محاضرتكم اليوم أني اللي هي بعنوان سبور فورمينج جرام بوزيتيف باسيلاي، معناته الباسيلاي البكتيريا العصوية الموجبة لصبغة جرام واللي تكون لها قابلية على تكوين السبورات اللي تشمل لي تو سبيشيز اللي هي الباسيلس سبيشيز اند كلوستريديوم سبيشيز. طلاب، هذه البكتيريا اللي هي الجرام بوزيتيف باسيلاي كان سيرفايف in environmental condition for long time. Why? Because it produce or forming endospore. معناته هذه البكتيريا لها القابلية على تكوين سبورات داخلية وبالتالي تقدر تقاوم الظروف الطبيعية وتبقى لفترة طويلة قد تصل إلى years in the soil بالتربة وتسبب لي infection وتسبب لي disease. التو سبيشيز اللي هو الباسيلس يكون اولويز ايروبيك يعني يحتاج الى الاكسجين، وايل ذا كلوستريديوم سبيشيز يكون دائما ان ايروبيك يعني يحتاج ظروف بيئيه تكون خاليه من الاكسجين حتى يصير عنده ديزيز او يصير له تكاثر ويسبب لي المرض. اول ما حبدي لكم بالباسيلس سبيشيز اللي هو النوع الاول واللي يكون باثوجينيك بكتيريا موجوده ان ذا سويل بالتربه، اند ذا موست امبورتنت جينس اللي هو الباسيلس سيرس نمبر 1. باسيلس سيرس بروديوس فود بويزنينج، معناته يسبب لي التسمم الغذائي. اما الاذر تايب اوف جينس نسميه بالباسيلس انثراكس اللي يسبب لي مرض الانثراكس او نسميه واكيد سامعين به اللي هو الجمره الخبيثه. الاندوسبور طلاب هو عباره عن ستراكشر تكون اولويز ريزيست تو انفايرمنتال تشينجز اند ويذستاند يعني ريزيست للدراي هيت كيميكالز and can stay for years in earth. In the soil. الباسيلس السرس يكون بشكل اللي هو يعني ويا الشعوب اللي اللي دائما تتناول الرايز بكميات كبيره ويكون الكوك للرايز بكميات كبيره ويتركوه for long time to cool slowly. limiting self limiting يعني معناته انه ورا 24 ساعه تختفي البكتيريا، يعني اعراضها تظهر خلال يوم واحد وتختفي. self limiting تقدر مناعه الجسم انه تتغلب عليها وتتخلص من هذه البكتيريا ومن التوكسينز اللي تسوي لها produce يعني او اللي هي تنتج التوكسينز. اما الدياريال تايب فدائما هو الباسيلس السرس او هذه البكتيريا تكون موجوده بالميت اند سوسج، اللي يتناولون ميت او سوسج كونتام وذ ذس باسيلس حيصير عندهم ايضا دياريا، حيصير ابدومينال بين، حيصير عندهم كرامب، لكن الفيفر والفوميتنج تكون رير نادره. فلهذا اذا نريد نميز بين ذيس تو تايب او وات ار ذا ديفرنسز بين ذيس تو تايب، اكو فالديفرنسز بالكلينيكال فايندينجز بالاعراض اللي موجوده بالنوعين. هذه هو التو فورم اوف باسيلس سيرس. بنفس الوقت هذه الباسيلس سيرس ممكن ان تكون لوكال انفكشن يعني في مكان واحد تتحدد كان تكون بالانتستين والسبب للفود بويزنينج، او بعض الاحيان يكون عندي اي انفكشن توصل للعين لان هي موجوده بالسويل وبالاتربه، فممكن انه تسوي لي كونتام باي اورجن موجود بالجسم. أو قد تكون systematic infection معناته أنه إلها القابلية على الوصول لل other organs وتسبب لي أيضا disease عن طريق ال blood and lymph، فتوصل للقلب تسبب لي endocarditis تسبب لي meningitis، إذا وصلت للعظم وسببت لي بي infection نسميه اوستيوميلايتس etc. فمعناته للسبورات لهذا النوع من البكتيريا القابليه على احداث الديزيز باي مكان تسبب بيه كونتامينيشن. This type of bacteria يكون very resist للانتيمايكروبيال ايجنت، معناته يكون هو عنده فت قابليه resist ما يستجيب للانتيبايوتكس مثل البنسلين اند سبور اند سيفالوسبورين سوري. الفيجرز اللي امامكم للاسفل هو شكل البكتيريا تكون عصويه دائما متطاوله
متجمعة جرام بوزيتيف، لكن إذا تلاحظون في وسط هذه البكتيريا العصوية موجود السبور، إذا تلاحظون لونه باللون البينك أو الأحمر، هاي نتيجة تصبيغة بصبغة خاصة. حنلاحظ إنه هي مكونة للسبور، هذا السبور يكون سنترال. واتس مين سنترال؟ سنترال يعني يكون مركز. مركزي. طلاب عيني اللي على الاف سي سي، النظرة واضحة عند الميت، احتمال يمه للطالب اللي دا يقول النت ضعيف عند الدكتور، اخاف يكون موجود عندك انت ضعيف عين النت، بس اتأكد لان الباقين اوكي تمام ماكو اشكال. اكو اشكال طلاب بالبرزنتيشن وبالصوت؟ إذا ممكن أحد يجاوبني على الميت، دكتورة واضح، كل شيء واضح. إشكال بالصوت عيني وبالمحاضرة؟ تمام عيني، اللي على الإف سي سي عبد الله معا، اتأكد من النت اللي عندك عيني. تمام، دكتورة ما وقت فهذا يكون النت ضعيف؟ سنترال سبور فورمينج، يعني يكون نعم عيني. دكتورة دي أقول همت النت ضعيف عندي، فممكن أنا بالنسبة تسجلين لي محاضرة؟ النت عندي فول. بس تمام، عادي ادور تسجلين لكم اياها، محاضرة؟ احتمال عندي مسجله وارسل لكم اياها عيني. اذا مسجله أوكي. عندي ارسل لكم اياها، واذا اكو طلاب عندكم دا يسجلوها تقدرون تعمموها طلاب لزملائكم عيني. وايضا أوكي شكرا. حسوي لها تسجيل. تمام، هحاول اسوي لها تسجيل. نعم، المشكله انه اني بالميت اللي مصمم انه هسه للاساتذه ماكو فد اوبشنز للميت الا اللي يدخل اول واحد يحصل التسجيل، فأي واحد طلاب حيظهر عند التسجيل خليه يعممه الزملاء عيني. تمام، نيجي على الاذر تايب من الباسلس اللي هو الباسلس انثراكس اللي يسبب لي الجمرة الخبيثة. طلاب الباسلس انثراكس تسبب لي ديزيز لكن بأكثر من مكان depending on the portal of entry، يعني اعتمادا على بوابة الدخول لهذه البكتيريا. شنو بوابة الدخول؟ يعني معناته إذا كان الكونتام بالنسبة للهيومن عن طريق الجلد واللي هو أكثر شيء، أو عن طريق الميوكس ممبرين نسميه بالكيتينوس ديزيز أو كيتينوس أنثراكس، اللي هو ابروكسيمتلي 95% من الاصابات تكون كيتينوس. اما اذا اجت السبورات ودخلت للبيرسون او صارت لعدوى عن طريق الانهيليشن عن طريق التنفس حتكون تقريبا ابروكسيمتلي 5%، والجاسترو انتستينال عن طريق الغذاء او الفود حيكون فيري رير. فاذا عندي 3 متر الابعاد مالته يكون عباره عن رو باسيلس، النهايات تكون سكوير مدوره. الارنجمنت اوف ذيس بكتيريا تكون دائما از تشين، يعني شنو؟ يعني هي باسيلايات متطاوله اوكي جرام بوزيتيف، لكن واحده متصله بالثانيه كانهم كونه سلاسل، فاذا الارنجمنت مالتها يكون تشين. ومثل ما قلنا السبور يكون لوكيتد ان ذا سنترال بالوسط. الابيرنس بالنسبه للكولوني افتر كلتشر يكون كات كلاس ابيرنس، يعني تكون الكولوني مجعده خشنه رف، شكلها كانه زجاج ومكسر، كات كلاس ابيرنس. تسبب لي هيموليسيز لكن منو؟ الباسيلس الرس، وايل باسيلس انثراكس not forming hemolysis on the blood agar، ما تكون لي اي تحلل حول الكولوني بعد ان نحضنها مده معينه من الزمن. ايضا من مميزات الانثراكس انه ليكويفاي ذا جيلاتين، يعني اذا زرعتها على ميديه الجيلاتين تسوي لي اياها سائل، فليكويفاي ذا جيلاتين. هذه من اهم الكاركترايزيشن بالنسبه للانثراكس اللي نقدر من خلاله نسوي له ميبي دايجنوسيس. أما الـ virulence factor فـ this bacteria produce two important toxin اللي هي number one adimatoxin and lethal toxin. اسمه واحد بالأديماتوكسين توكسين أديما، والثاني lethal toxin. These two toxins are very cytotoxic number one and immune modulating effect.
معناته هي جدا سمية هاي السموم اللي تفرزها وتسبب لي الدزيز، وبنفس الوقت تسبب لي تحويرات بالجهاز المناعي وتمنع الجهاز المناعي من انه يسوي لي إراديكيت او ريموفر فور ذيس بكتيريا. وبالتالي لما تكون هي بيرزيست لانه تفرز لي توكسينز ستاي لونج تايم، حتسبب لي اديما ان ذا تيشو اند تيشو ديستركشن مي بي ريش تو ذا اذر اورجانز اند كوز هيموريج. هيموريج يعني تسبب لي نزيف، نزيف خاصة إذا وصلت للرئة طلاب تسبب لي نزيف الرئة. أيضا عندها other virulence factor called polydiglutamic acid capsule، عندها كبسول and this capsule consider antiphagocytic، يعني تمنع عملية الالتهام من قبل الجهاز المناعي، وبالتالي هي تسبب لي الديزيز and stay for long time. الباثوجينيسيس فور ذيس بكتيريا، عموما مبدئيا الديزيز يبدا with the animals، يبدا بالحيوانات، بالكوت بالشيب بالكتل بالهورسز. Why? Because the spores always found in the soil، موجود على التربة، موجود بالتربة، موجودة السبورات على الأعشاب والحشائش اللي تتناولها هذه الأنيمالز، وبالتالي لما تصير الإصابة بالحيوان حتكون جاسترو انتستينال، لأن هو ده يتناولها ده ياخذها ويا غذاءه، توصل للإنتستين فتسبب لي جاسترو انتستينال أنثراكس. تمام؟ اما الهيومن فنتيجه تعامله ويا الانيمالز حيصير له كونتامينيشن وذ ذا هير وذ ذا وول، الصوف الشعر مال الحيوانات موجود عليها السبورات، فحينعدي او تصير عمليه عدوى للانسان من الحيوان، فلهذا يكون اكثر المصابين بالانثراكس هم الفلاحين اللي يكون تعاملهم مع الانيمالز. فنتوقع البورتر اوف انتري بالنسبه للهيومن يكون دائما عن طريق الجلد، لان يتعامل ويا الحيوانات خاصه اذا اكو جرح اكو ووند اكو فد ابسس معين، حيصير كونتام وذ ذا سبورس اللي موجوده بالحيوانات، فتكون الاصابه كتنوس ابروكسيمتلي 95%. او يتناولها او ياخذها عن طريق الاستنشاق الانهليشن وتدخل للرئه وتسبب له الانفكشن باللانج، فالانثراكس يكون اللانج او نسميه بالانهيليشن انثراكس. لما توصل هذه السبورات باني سايت وصلت له، سواء جاسترو انتستينال لانج بالكاتينواس بالميوكس ممبرين، اي مكان توصل له هاي السبورات حيصير لها جيرمينيشن، وبالتالي تبدي تتكاثر وتسبب لي جيلاتينس اديما اند كونجستشن، يعني حتسبب لي فد تقرح موجود بالجلد او المكان اللي موجوده به، وبالتالي تسبب لي احتقان، فنقول كونجستشن يعني احتقان. قد تصل عبر الليمفاتيك اند بلاد ستريم تو اذر اورجان اور اذر تيشو، يعني تقدر توصل الى اعضاء اخرى واماكن اخرى. الكلينيكال فودا او اللي تظهر على البيشنت او الهيومن اللي يصاب بالانثراكس، حتكون بالبدايه الاصابه طبعا within 7 days حتبدي تظهر الاعراض. هذه الاعراض قد تبدي بالبابولا، بابولا يعني مثل كانه طفح جلدي او مكان كانه حبه ومليانه بالفلويدز والسوائل، تتحول بعد فتره الى فيزيكال، الفيزيكال يعني حوصله او حويصله، تتحول الى السر تقرح، وبالتالي تتحول الى اشار، إشار منطقة مصابة بالجلد لونها بلاك، لونها أسود، وهي الهول ماركس أو العلامة اللي من خلالها نستدل على الإصابة بالأنثراكس إذا كانت الإصابة كتينوس، اللي هي معناته نتيجة تلوث الجروح بالسبورس. هذه طبعا حشوفوها اراويكم اياها بالصور. فتبدي الكلينيكال فيندينجز كبابولا، بعدين فيزيكال، بعدين ألسر، بعدين إشار. قد تصل الى الليمف فيزلز وتسبب لي الليمف ادينوباثي، تضخم بالاوعيه الليمفيه، وايضا قد تصل الى البلاد، وبالتالي تسبب لي اعراض لانه تفرز توكسينز، وبالتالي لما هي وصلت للبلاد وللليمف حتفرز توكسينز، تؤدي اليجيا هيدج اتسترا. قد تصل الى المننجايتس، الى البرين والاغشيه اللي تحيط لي بالبرين وتسبب لي الدث.
إذا كانت الإصابة وخاصة بمنطقة الرئة عن طريق الانهيليشن حتسبب لي هيموريج ان ذا بلورا. بلورا تعرفون المنطقة اللي تحيط لي بالرئة، حيصير بها هيموريج، معناته حيصير بي نزف دموي وتؤدي لي أيضا إلى الدث. هذه طلاب تو فيجرز شون اس، تشوفون الفيزيكال شلون متحوله هنا الاصابه الى فيزيكال كانه حوصله، وبالتالي تتحول اخر شيء الى اشر اللي هي فد منطقه سوداء من الاصابه او من الفيزيكال اللي كانت موجوده. هذه اهم علامه على وجود اصابه بالانثراكس، بالجمره الخبيثه. الدايجنوسيس نتوقع انه السامبلز اور سبيسيمن يكون يا اما بلورال فلويد، يا اما ليجنز ذا ليجن، يا اما بلاد. هذه نتوقعها اذا كانت الاصابه طبعا وصلت الى نقدر ناخذها من الانهيليجن انثراكس اللي صايره عندهم اصابه بالرئه، ايضا ناخذ فلويدز منهم. فالسبيسيمن يكون اكثر من نوع. أما طريقة التشخيص فحتكون عن طريق الستين، ندري أنه نعرف أنه بما أنه هي جرام بوزيتيف باسيلاي فمعناته عن طريق الجرام ستين. أيضا يمكن أن نشخص الكبسول اللي موجودة بالأنثراكس عن طريق الإميونوفلورسنس ستين اللي هي طريقة تصبيغ متألقة مناعية عن طريق فالطريقة خاصة معينة وعن طريق كتات خاصة. الكلتشر نقدر نزرعها على البلاد اجار، الشكل مالتها جدا مميز، تكون رف تكستشر جدا خشنه، وشكلها شكل الكلاس ابيرنس مثل الزجاج ومتكسر وينطي لمعه، فيسموها كات كلاس ابيرنس، وتكون لماعه. الكبسول اذا نريد نشوف الكبسول نحتاج انه هذه البكتيريا تنزرع على ميديا حاويه على البايوكربينات، وهذه الميديا ايضا يجب ان تحفظ في ظروف ابروكسيمتلي 10% اوف سي او 2 ويا البلاد اجار. ايضا ممكن ان نشخص الطريق البي سي ار اللي هي تعتبر على مستوى الموليكيولر دايجنوسيس. التريتمنت شلون تتعالج الانثراكس؟ ينطوهم السبروفلوكساسين، اما البروفلكسز اللي هو وقائي ويبقوا لفتره طويله على مود يتخلصون نهائيا ويصير ايراديكيشن لل قبل ما تصير اصابه، فيسموه بروفلكسز وقائي اللي هو سبروفلوكساسين اند دكسوسيلين. يبقون حوالي تقريبا 4 أسابيع شهر عليه. وأيضا توجد فاكسين، يعني يوجد موجود أكو فد تلقيح معين ضد هذا المكان الفارغ أو كأنه أمتي نتيجة التصبيغ بالجرامستين، هذا مكان السبور اللي هو دائما يكون سنترال بالوسط بوسط الخلية البكتيرية فيسموه سنترال. ومين اجى الكونتام لحظة لأنه انقطع ال FCC، أعتقد انقطع يوم ال FCC انثراكس وصارت داث ماتت. وبالتالي لما تحلل الجثة، هذه الجثة تكون حاوية على السبورات، حاوية على البكتيريا اللي سببت لها الأنثراكس، ترجع مرة ثانية بس أو بالتربة حتسبب أيضا ري انفكشن وإصابات أخرى لحيوانات أخرى. وبالتالي أنا أعرف أن السورس هو الدث أنيمالز. فش يحتاج هذا الموضوع؟ يحتاج أنه لما نشوف إحنا جثث لحيوانات مصابة بالأنثراكس وهذه الإصابة يعني هي دث وبدت تتحلل، فقبل ما تتحلل اني او السلطات المسؤوله يسووا لها عمليه بيرن، يعني حرق، يحرقون الجثث بالنسبه للحيوانات.
يا اما يسووا لها عمليه دفن بالديب اريا، يعني بالارض وبمكانات عميقه من الارض، يسووا لها عمليه دفن. فيا اما دفن يا اما تصير عندنا بيرن، عمليه حرق، هذه للسيطره على الكنترول. بنفس الوقت ايضا كل العاملين اللي يتعاملون تمام، طلاب اللي على الاف تي سي، يعني واضحه عندكم المحاضره والصوت؟ طلاب الاف سي سي جاوبوني بشات. فتكون دائما البيرسون اللي هم اتاشت دائما ويا الانيمالز يجب ان ياخذون الحذر انه دائما يكون لا دكتورة راح الشير. راح الشير. منو هذه؟ الميت. الميت اي نعم دكتورة. هسه طلاب نكمل، عيني طلاب بس الى ان يرجع. فيكون ايضا هناك عمليه فاكسينيشن وعمليه تلقيح بالنسبه للبيرسون اللي يتعامل ويا الانيمالز وللانيمالز ايضا. تمام، هذه الطلاب لحد الان احنا كملنا السبيشيز نمبر 1 اللي هو الباسيلس بنوعيه السرس والانثراكس. بالنسبه للاذر سبيشيز اللي تكلمنا عنه وقلنا ايضا هو سبور فورمينج اللي هو الكلوستريديوم سبيشيز، هذا الجروب اللي هو الكلوستريديوم سبيشيز يكون ايضا جرام بوزيتيف رود، يكون موتايل، يكون سبور فورمينج اللي هو الصفه المميزه لهذه الانواع من الروتس، لكن بنفس الوقت يكون هو بروديوس للبروتينز اند توكسينز، يعني الى قابليه افراز سموم اند بروتينز، اقصد بها الانزيمز الانزيمات اللي يساعدها انه تبقى لفتره طويله بالجسم وتسبب لي ايضا very important disease حنتكلم عنه بهذه المحاضره. الموست امبورتنت جينس بالنسبه للكلوستريديوم هي 4 جينس. نمبر 1 نسميها بالكلوستريديوم تيتاني اللي تسبب لي التيتانس اللي هو القزاز، اذا سامعين مرض القزاز. وعندنا الكلوستريديوم بوتيلينم اللي تسبب لي بوتيليزم اللي هو التسمم الغذائي. وايضا الكلوستريديوم بيرفرنجز اللي هو معروف جدا لسبب لي الغاز جنجرين اللي هي الجنجري، وخاصه عند اهل الديابيتيك بيشنت. وعندنا الكلوستريديوم ديفيسيلي لسبب لي دائما سيدو ممبرينس كولايتس اللي هي سبب لي اغشيه كاذبه، وتكون الاصابه موجوده ايضا بمنطقه الكولون او الكولايتس. التو تايب البيرفرنجز اند بوتيلينيوم هذه دائما السبور اللي هي تكونها تكون سب تيرمينال سبور. سب تيرمينال معناته قبل نهايه الخليه البكتيريه، قبل النهايه. اما التيتاني فدائما السبور هو تيرمينال، يعني طرفي نهائي، وبالتالي يكون موقع دائما الموقع بالنسبه للسبورس مختلف حسب الجينس. عيني بالنسبه لل واحد اللي هو most important اللي هو البيرفرنجز واللي يسبب لي الجنجرين. الشكل بصورة عامة مثل ما قلنا هو عبارة عن رود عصويات مكونة للسبور تظهر under microscope لما نصبغها بالجرام ستين. بالكلتشر طلاب نقدر نزرع هذه البكتيريا على البلد أجار، تحتاج ظروف بيئية anaerobic condition معناته without oxygen. فلهذا تشوفون طلاب الاصابه بهذه البكتيريا دائما بالديب تشو، تحاول انه تصير انفيسيف هجوميه وتدخل للديب تشو للداخل على مود تبتعد قد ما تقدر عن الاكسجين، لان هي فيفوريت اور بريفير ذا ان ايروبيك كونديشن، تفضل الظروف الغير هوائيه. البيرفرنجز دائما تكون الكولوني مالتها كبيره الحجم large colonies، while التيتاني تكون small colony on the agar لما نزرعها. دائما الكلوستريديا سبيشيز produce beta hemolysis on blood agar، دائما الكولوني يصير بيها تحلل من النوع بيتا
While the Clostridium perfringens اللي تسبب لي الجاز جنجرين always produce double zone. تشوفون حول الكولوني لما نباو after 24 hours incubation اكو double zone، اثنين زون اللي هي beta and alpha hemolysis، وايضا حنشرحها بهذه المحاضرة. هذه الكلوستريد it is able to ferment a variety of sugars. It ferment أنواع متعددة من الشجر فنسميها saccharolytic. And can digest many types of protein فنسميها proteolytic. يعني إلها قابلية تحليل السكريات والبروتينز. لما نجي على الموست امبورتنت اللي هو البيرفرنجز، يكون انفيزيف، يكون يسبب لي المايونيكروسيز او نسميها بالغاز جنجري. ليش مايو؟ مايو لانه حصير بالسوفت تيشو وتكون دائما باد اودر، تكون دائما ديسشارج، ميوكس ديسشارج، وتسبب لي ديستركشن ونكروسيز بالاريا او بالتشو اللي موجوده بيها. دائما تصير طلاب عند المصابين بالسكري فيسموه بالقدم السكري. هذه البيرفرنجز الفيرجلنس فاكتور مالتها هو التوكسينز اند انزيم. عندها تفرز لي دائما انواع كثيره من التوكسينز تعتبر ليثل مميتة، تعتبر نيكروسيك يعني تسبب لي تحطيم بالأنسجة، وتعتبر هيموليتيك تحلل لي حتى الدم اللي هي ألفا بيتا ثيتا توكسين، أكثر من نوع. الليسيفيناز اللي هو يعتبر ألفا توكسينز يعتبر لايسز أو يعتبر هو محطم ومحلل الأرثروسايت وللبليتلتس ولليوكوسايت. ايضا موجود الثياتوتوكسين اللي هو يعتبر هيموليتيك اند نيكروتيك افكت، الى يعني تاثير نيكروتيك يعني محطم للانسجه ومميت للانسجه، وبنفس الوقت هو هيموليتيك محطم للكريات الدم او للخلايا اللي موجوده بالدم. الانتيروتوكسين معناته اذا وصلت هذه السبورات عن طريق تناول الميت ايضا تفرز توكسين موجود بالانتستين. ايضا تفرز انواع الانزيمات اللي هي الدي ان ايز، هايلورونيداز، كولاجينيز اللي هي فيري امبورتنت بعمليه الدامج اوف تيشو اند ميك ذس بكتيريا انفيسيف، تخليها هجوميه تدخل للنسيج ول يعني طبقات عميقه من النسيج. الباثوجينيسيس طلاب نعرف انه هي الكونتامينيشن دائما يكون بالسبورس اوف ذس بكتيريا، دائما يكون بالجروح of the persons، اكو فد جرح ويتلوث بالسبور، وبالتالي لما البكتيريا تلقى فد بيئه مناسبه تلقى نسيج بكربوهيدرات تسبب له عمليه فيرمنتيشن لهاي الكربوهيدرات، تتغذى على هذه الكربوهيدرات تتكاثر تسبب لي الغاز. بوجود التوكسينز اللي تفرزها هذه البكتيريا والانزيمات مثل الهالورونيداز الكولاجينيز حيساعدها على السبريد. شنو السبريد؟ يعني الانتشار، تنتشر وبالتالي تسبب لي التشو نكروسيز. نوصل للتشو نكروسيز معناتها صارت عندي جنجريان او جنجري. هذه الجنجري طلاب هي مو فقط التشو مصاب بالكلوستريديم بيرفرنجز، وإنما حيصير البيئة الموجودة بالتشو ملائمة لنمو أنواع أخرى من البكتيريا مثل الجرام نيجاتيف، يعني حيصير عندي ميكست انفكشن، وبالتالي يصير الجنجري اللي هو ميكست انفكشن أوف بكتيريا، لأنه موجودة كربوهيدرات، الظروف ملائمة لنمو كثير من الأنواع من البكتيريا، أكو فرمنتيشن، أكو غذاء، أكو بلاد، وبالتالي تتكاثر ويصير عندي ميكست انفكشن مؤدية إلى حصول الجنجري والنكروسيز. هذه الجنجري قد تصل البكتيريا عن طريق البلاد ستريم إلى البلاد وتسبب لي أنيميا، تسبب لي هيموليتيك تحلل للكريات، تسبب لي سيفير توكسيميا اند ديث، يعني لما توصل للدم هي مستمره بافراز التوكسينز وتسبب لي تسمم الدم والاخيرا ديث الموت للبيشنت لانه صعب جدا حتى علاجها. اما الكلينيكال فيندينجز فالكلينيكال فيندينجز دائما التوشيو يكون الاصابه ب سب كتينوس اند ماسلز، باد اودر، ديسشارج، نيكروسيز، فيفر، هيموليسيز، شوك اند ديث. يعني شنو؟ المنطقه دائما موجوده بنسيج والعضلات تكون هناك رائحه كريهه
جدا لمكان الإصابة، أكو إفرازات كثيرة، أكو ميكست إنفكشن، أكو فد نيكروسيز وموت للتشو والخلايا اللي موجودة بالنسيج، يصير أيضا حتى تسمم بالدم إذا وصلت البكتيريا للدم وتسبب الشوك والدف. أما الدايجنوسيس فنقدر إنه عن طريق الجرام ستين، هذه متفقين عليها، أيضا عن طريق الكلتشر. أكو أكثر من نوع من الميديا نقدر نزرع عليها الكلوستريديوم، اللي هي نمبر 1 البلاد أجر، نمبر 2 تشوبد ميت كلوكوز ميديا، نمبر 3 ثايوكلويكوليت ميديا. فأني ثلاث أنواع من من الميديا سوري أقدر أزرع عليها البكتيريا. طبعا اللي يعتبر جنرال هو البلاد، لكن اللي يعتبر ديفرنشال اند سبيسيفيك اللي هو تشوبد ميت والثايوكلويكوليت. على البلاد أجار very easy diagnose this bacteria، كل السهل أشخصها. why؟ because this bacteria produce two hemolysis zone، نوعين من التحلل، اللي هو اللي حول الخلية البكتيرية. إذا تشوفون طلاب المنطقة القريبة من الخلية البكتيرية حيتكون تحلل من نوع بيتا اللي هو clear zone، أما المنطقة البعيدة الفار عن الكولوني فهو نوع تحلل آخر نسميه بالألفا، يعني لونه يميل إلى الخضار. واي شنو السبب بحدوث تو زون اوف هيموليسيس؟ لأنه هذه البكتيريا تفرز أو produce تو تايب اوف توكسينز اللي هو الألفا توكسين أند ثيتا توكسين، فيسبب لي نوعين من التحلل على البلاد أجر. ايضا اكو طريقه ثانيه للتشخيص يستخدموها، انه ينقلون هذه الكولونيز اللي ظهرت لي على الميديا الى الملك، حيسبب لي كلوت افتر 24 اورز، يعني يسبب لي تخثر الحليب. هذه ايضا واحده من مميزات التشخيص بالنسبه للبيرفرنجز. وايضا اكو بايو كيميكال رياكشنز اللي هو انه يسوي لي فرمنتيشن لانواع عديده من السكريات يمكن انه نجريها بالمختبر. فهذه هي الكلينيكال فيندينجز او الدايجنوسيس سوري اسفه الدايجنوسيس، نقدر نسوي عمليه تشخيص للبيرفرنجز للمصابين بالجنجرين. التريتمنت طلاب، ما ادري تعرفون عندكم معلومات انه اي منطقه مصابه خاصه بالقدم السكري لاهل السكر، قبل ما يبدوا لهم العلاج لازم يسووا لهم اكزيشن اوف تيشو. اكزيشن معناته ريموف للانفكتد اريا، معناته شكو منطقه مصابه بالقدم او هو دائما يصير بالقدم، يسووا لها عمليه اكزيشن، يزيلون يعني يسووا لها مثل العمليه الصغرى، شكو نسيج لونه صاير على سواد يوخروه، يسووا له ريموفال، وبالتالي ينظفون المنطقة من التشو اللي هو ديد أو مصاب، بعدين يبدون ينطول أنتيبايوتيك لايك بنسلين. بنفس الوقت ينصحون البيشنت أو المريض المصاب بالجنجري إنه دائما يعرض الجرح مالته إذا هاي كونسنتريشن أوف أوكسجين، يعرضه للهواء. طبعا هو فد معلومة خاطئة جدا إنه الجرح يجون كل ساعة يلفلفوه ويشدوه، هو لا، لازم ينترك فترة طويلة مكشوف للهواء لأن يحتاج إلى الأكسجين. why؟ because this bacteria anaerobic bacteria، يعني إذا تريد تتكاثر وتسبب ديزيز فتفضل البيئة اللي تكون without oxygen، فإذا إحنا انطيناها أكسجين للتشو المصاب بالعكس حيقتل البكتيريا، ما حتقدر تتكاثر، ما حتقدر تنمو تسبب لي الإصابة. فإذا أنا أعرضها إلى high concentration of oxygen. وايضا اكو انتي توكسين، حاليا الانتي توكسين بما انه هذه البكتيريا اذا صارت الاصابه بها حتفرز توكسينز، ينطوها انتي توكسين اللي هو عباره عن اميونوجلوبولين او انتي بوديز، ويمكن ان يعالجون او تكون هي ضد التوكسين اللي تفرزها البيرفرنجز. طلاب هذه هي طريقه علاج البيرفرنجز. والحد الان محاضرتكم خلصت، أني آسفة وأعتذر لأنه نهائياً انقطع الاف سي سي وبعد ما رجع نهائياً. فإذا ممكن طلاب اللي سجل المحاضرة أو اللي تظهر عنده تسجيل المحاضرة يعممها على زملائه. الآن أفتح باب المناقشة لأي سؤال أنا حاضرة عليه، تفضلوا إذا أكو سؤال شيء ما فاهمي من المحاضرة. دكتورة؟ نعم عيني. دكتور بس النت قطع بالسلايدات على باسيلا ستيروس كان لونها احمر، انت مو قلت هي جرام بوزيتيف اللي هي منو بالباسيلا ستيروس؟ نعم دكتوره كان لونها احمر.
لحظة، تقصد من قلت لكم السبور لونه بينك، لونه أحمر؟ لا دكتور، هي بكتير ذكر عشان كل السلايد الصورة حمراء. لحظة بس أشوفه مدى يظهر، حتى عندي البرزنتيشن هم اختفى. طلاب عيني، هي جرام بوزيتيف بكتيريا يصبغوها بصبغة معينة على مود يبرزون السبور، فنسميه بالسبور ستين. فدستين خاصة بالسبورات على مود يظهر السبور ويشوفون اللوكيشن مالته، هل هو سنترال أم تيرمينال. يبقى الصورة إذا ظاهرة حمراء احتمال هذه سيمبل ستين. انتوا عندكم أخذتوا أنواع الستين لو لا؟ اي أخذنا طبعا سيمبل دكتورة، ستين وأخذنا الجرام ستين، مو صحيح؟ اي صح بالجرام دكتورة. ستين يظهر اللون الحقيقي لويتش تايب اوف بكتيريا، هل هي جرام بوزيتيف او جرام نيجاتيف. لكن بالسيمبل ستين اني اقدر اصبغها بصبغه واحده سواء كانت حمراء او زرقاء، بس على مود اشوف شكل البكتيريا، هل هي كوكاي، هل هي باسيلاي، الارنجمنت مالتها، هل هي تشين، هل هي كلستر. فمرات السيمبل ستين بس على مود يراون شكل البكتيريا، لكن هي جرام بوزيتيف بكتيريا المفروض لونها يطلع بنفسجي عيني. ما تمام حنقدر دكتورة. نشوف بالجرام ستين السبور. واي؟ because the spore need specific type of stain نسميه بالسبور ستين. اكو صبغة خاصة او في تكنيك معين من عنده نشوف موقع السبور. تمام؟ تمام دكتورة، شكرا جزيلا. لو عيني اكو سؤال بعض الطلاب، أنا متوقعة سؤالكم التالي، أين الرابط؟ لو أكو سؤال، تمام. أكو من الموجودين الحاضرين طلاب ظهر عندهم الريكوردينج؟